يوازي نعمه ويكافئ مزيده. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد ايها المؤمنون عمار بيت الله، استغل هذا الدرس ليكون ان شاء الله تعالى تذكره لنا جميعا في احكام الاضحيه، لاننا في هذه الايام ان شاء الله تعالى ننتظر عيد الاضحى، وهذا العيد افضل ما يفعل فيه هو التقرب الى الله سبحانه وتعالى بالاضحيه. والاضحيه بالنسبه لنا قربا وعباده يتقرب بها المؤمن الى الله سبحانه وتعالى. لذلك لما كانت قربه وكانت عباده يلزم المسلم ان يعرف احكام الله سبحانه وتعالى فيها، فيعرف حكمها ويعرف ما يجوز منها وما لا يجوز، ويعرف ايضا ما يجزئ منها وما لا يجزئ، ويعرف وقتها وافضل اوقاتها، ويعرف كذلك العيوب التي ينبغي له ان يتجنبها او يجب عليه ان يتجنبها في الاضحية او الاضحات وغير ذلك مما يكثر السؤال عنه هذه الايام. اردت ان الخصه اليوم واجمله في هذا الوقت القصير على ان من له تساؤل حول ما اذكره مختصرا ان يسال فنجيبه عن ذلك ان شاء الله تعالى ولو في غير هذا الدرس. فالاضحيه اذا هي ما يتقرب به العبد الى الله سبحانه وتعالى يوم العيد، والفقهاء عرفوها بانها ما يذبح او ينحر، ما يذبح او ينحر من النعم تقربا الى الله تعالى ايام النحر لغير حاج بنيه. هذا هو تعريفه. وبالتالي اراد الفقهاء ان يضبطوا الاضحيه، طبعا هم يطلقون عليها الاضحيه ويطلقون عليها الضحيه ويطلقون عليها الاضحات ويطلقون عليها النسيكة وغيرها، يعني هذا كلها من الأسماء التي تطلق على الأضحية. في تعريفها يقولوا هي ما يذبح أو ينحر، بمعنى أن الأضحية فيها ما يذبح وهو الغنم سواء كان ضالا أو ماعزا، وكذلك البقر فعندنا عند الإمام مالك أن هذه الثلاثة تذبح، والذبح هو القطع أي قطع الحلقوم الحلقوم، وطبعا قطع الاوداش، وكلمه الاوداش تشمل الحلقوم وهو مجرى النفس، وتشمل المريء وهو مجرى الطعام، وتشمل ايضا الودجين وهما العرقين المعروفين اللذين تجتمع فيهما اغلب العروق التي تضخ الدم. فعندنا الافضل ان تقطع هذه الاشياء الاربعه لمن يذبح يوم العيد، وهو قطع الحلقوم وقطع المريء وقطع الودجين. وهناك من العلماء من اكتفى بقطع ثلاثه، وهناك من العلماء من اكتفى بقطع اثنين، لكن الذي عند المالكيه هو قطع الحلقوم والودجين كافي. يعني تساهل المالكيه في مساله المريء الذي هو مجرى الطعام، فقالوا من قطع الحلقوم وقطع الودجين كافي في الضحيه، وتعتبر هذه الذبيحه جائزه. ما يذبح او ينحر، الذي ينحر هو الابل، الجبل ينحر. والفائده حتى نفرق بين الذبح والنحر، قالوا الحيوان الذي تكون رقبته قصيره يشرع فيه الذبح، فهكذا تذبح الحيوانات التي رقابها قصيره كالغنم ويعني الضأن والماعز، وحتى البقر يذبح، وان كان البقر يجوز فيه الذبح ويجوز فيه النحر، والذبح افضل عند مالك. وما كانت رقبته طويلة فينحر، ولذلك قالوا تنحر الإبل. وعلى هذا يحمل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة العيد ثم انحر البن والجبال وغير ذلك ما ينحر. فما كانت رقبته طويلة ينحر، لذلك قالوا الزرافة، الزرافة وهي ذات الرقبة الطويلة إذا صارت استأنست، يعني صارت إنسية واستطاع ذبحها، يعني
يمكنه أن يصل إليها فينحرها إنحاقاً لها بالجمال لأنها طويلة الرقبة. فهناك ما يذبح وهناك ما ينحر. من النعم تحديداً النعم يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. نص القرآن على أن الأضحية أو الأضحى تكون من النعم، والنعم هي الغنم غنم وماعز والبقر سواء كانت بقرا او كانت جواميس، والابل سواء كانت عرابة او اختا. كل هذا يعني الثلاثة فيه زوجين، الغنم فيه الظأن والماعز، البقر فيه البقر والجواميس، وعندك الجمال او الابل فيها العراب وفيها البخت وهي ذوات السنامين. فهنا ما ينحر يذبح او ينحر من النعم تقربا، مفعول لاجله، اي ان القصد والنيه هي التقرب الى الله عز وجل. فالذي يذبح الاضحيه يوم العيد ونيته ليست التقرب الى الله عز وجل، هو اشتراها فقط حتى لا يقول الناس انه لم يشتري، او اشتراها فقط من باب يعني تقليد الناس، او من باب يعني ولم يذبحها تقربا لله. هذه ليست يعني اضحيه، بل لا بد ان يكون قلبه متجها الى الله سبحانه وتعالى بذبحها. لم ينال الله او لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم. ايام النحر فقيد هنا الوقت، فمن ذبحها خارج ايام النحر وهي يوم العيد ويومين بعده، وهي الايام المعلومات، الايام المعلومات التي ذكرها الله عز وجل في القران يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أو يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات عندنا في المذهب هي يوم عيد النحر ويومان بعده، فتكون الأيام المعلومة ثلاثة، يوم العيد ويومان بعده. والأيام المعدودات ثلاثة أيام، وهي ثلاثة أيام بعد العيد، هي أيام التشريق. وعلى هذا عندنا في المذهب يكون يوم العيد من الأيام المعلومة، ويكون اليومان اللذان بعده أيام معلومة ومعدودة. يوم العيد يكون في الأيام المعلومة ولا يكون في الأيام المعدودة، واليومان اللذان بعده يكونان معلومان ومعدودان، واليوم الرابع يكون معدودا ولا يكون معلوما. فالأيام التي يذبح فيها الأضحية هي الأيام المعلومة، وهي يوم العيد من حين يذبح الإمام بعد أن يكمل الصلاة والخطبة إلى غروب الشمس، هذا اليوم هو الأفضل. من حين يذبح الإمام، من ذبح قبل الإمام فهذه ليست أضحية ويجب عليه إعادتها بعد أن يذبح الإمام. إذا ذبح الإمام ونقصد به إمام الصلاة، صلاة العيد، وليس الإمام الكبرى يعني إمام المسلمين، نقصد به ماذا؟ إمام الصلاة. فإذا ذبح الإمام جاز لك أن تذبح بعد ذلك، ويستمر الذبح في اليوم الأول إلى الغروب، ولا شك أن هذا هو الأفضل، هذا هو أفضل وقت لها. إذا لا يذبح قبل الإمام، إذا كان في بلده لا يوجد إمام للصلاة يقدر على أقرب إمام موجود له. إذا كان الإمام مثلا لا يضحي فيقدر قدر ما يحتاج الإمام من وقت في العدل الذبح ثم يذبح وهكذا. هذا بالنسبة لليوم الأول، فمن حين يذبح الإمام إلى غروب الشمس. ثم يأتي اليوم الثاني وأفضله هو أوله، يعني من يبدأ حل الذبح من بعد طلوع الفجر إلى الزوال وقت الظهر، ويكره أن يذبح قبل طلوع الشمس، الأفضل أن يذبح بعد شروق الشمس إلى الزوال. ثم الأفضل بعد ذلك هو اليوم الثالث، وهو أيضا من حين طلوع الشمس إلى الزوال. ثم بعد ذلك اليوم الثاني مساء، ثم آخره اليوم الثالث مساء. فيكون الترتيب هكذا، اليوم الأول بعد ذبح الإمام إلى الغروب، ثم اليوم الثاني من شروق الشمس إلى الزوال، ثم اليوم الثالث من شروق الشمس إلى الزوال، ثم اليوم الثاني من الزوال إلى الغروب، وآخره هو اليوم الثالث من الزوال إلى الغروب، وبعد ذلك لا تصير أضحيته، وإنما من ذبحها فهي صدقة. إذا أيام النحر هي يوم العيد ويومان بعده، وقلنا أن الذبح يكون في النهار ولا يكون في الليل لقول الله عز وجل في أيام، أي ذكر الأيام ولم يذكر الليل. لغير حاج فالحاج لا تشرع له الأضحية، لأن سنة الحاج هي الهدي، الحجاج
يذبحون الهدايا الهدي، اما الاضحيه فهي سنه غير الحاج بنيه، اي انها تحتاج الى نيه، لانها ما دامت قربه ما دامت عباده فكل عباده او كل قربه تفتقر الى نيه بان ينوي بها وجه الله سبحانه وتعالى، عندما ياتي لذبحها ينوي بها وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب بها الى الله وابتغاء او احتساب اجرها وثوابها. في مشروعيتها نتكلم عن حكمها، ما هو حكمها؟ حتى يعلم الناس ان حكمها سنه مؤكده عينيا، سنه مؤكده في حق كل مسلم قادر عليه، سنه مؤكده عينيا. يعني سنه مؤكده عينيا معناها ان الانسان اذا كان قادر يوم العيد عندنا من المال ما يكفي للاضحيه ففي حقه سنه مؤكده، لما اقول سنه مؤكده معناها ان الشرع اكد عليه جدا. لما ناتي التعريف السنه المؤكده نقول ما طلبها الشارع واكد عليها ولم يدل دليل على وجوبه، يعني الفرق بين السنه المؤكده وبين الواجب ان الواجب جاء الدليل لوجوبه والسنه المؤكده لم ياتي الدليل لوجوبه، فهي تكاد تصير ماذا؟ تصير واجب، يعني تصير تكاد تصل الى الواجب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعه ولم يرحي فلا يقربن مصلاه، شوف معي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، وهذه قرينة على التأكيد، من وجد يوم العيد سعة يعني عنده المال وما ذبحش طلع العشاء فلا يقربن مصلاه، يعني ما يجينا ما يشاركنا في الصلاة، وهذا الكلام دليل على الذم، أي أن القادر عليها يوم العيد ولم يرحي مذموم، أي يذم شرعا، لا يأثم لكنه يذم شرعا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقربن مصلاه، هذا بالنسبة للحكم سنة مؤكدة ولذلك عينية أي في حق كل من قدر عليها ولو كان صغيرا بل ولو كان يتيما، حتى اليتيم الذي ترك له والده مالا الذي يقوم برعايه امواله يضحي عنها مما يبيه، ياخذ من ماله اذا كان قادر لا عنده فضل من هذا اليتيم ويذبح له اضحي فوالده هو الذي يذبحها عنه، هذا بالنسبه للحكم. ربما يقول المعارض ما الدليل على انها ليست واجبه؟ العلماء هنا أرادوا أن يستأنسوا بدليل يدل على عدم الوجود وهو حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحيح قال إذا رضيتم هلال بالحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن ظفره وشعره. هذا الحديث اللي نأخذ منه استحباب أن يتأسى المضحي بالحاج، الحاج إذا أحرم يحرم عليه أن يمس شعره وينقص أظفاره وكذا وكذا حتى يتحلل، كذلك المضحي يندب او يستحب له كما يشهد الحديث ان يقلد الحاج في ترك شعره وطفله من حين يرى هلال الحجه اذا كان يريد ان يضحي. اللفظه التي دلت على عدم الوجود هي كلمه اراد، واراد احدكم ان يضحي لان الواجب الاراده فيه ليست اليك وانما هي لله. انت لست مخيرا في ان تصلي او لا تصلي. ما يقول لك ربي سبحانه وتعالى صلي الظهر ان اردت او لم اصلي له اقيم الصلاه لست مخيرا، لكن في الاضحيه ماذا قال؟ واراد احدكم، فنسبه الاراده الى المضحي دليل على الاختيار، اي على ان الاضحيه ليست واجبه، لانها لو كانت واجبه ما صح ان ينسب اليك الاختيار والاراده وانما يلزمك بها الزام، فهذه القرينه صرفت الامر من الوجوب الى الندب، ولذلك عين على انه سنه مؤكده لوجود قرينه على ذم القادر على الاضحيه والذي لم يضحي، وهو ما ذكرته انفا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعه يوم النحر ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دليلها من القران فصل لربك وانحر. دليلها من السنه ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين ذبحهما بيده ووضع رجله على سفاحهما وسمى وكبر، الاحاديث في ذلك كثيره جدا، وان النبي ضحى بكبشين املحين، وفي حديث عائشه انه امر بكبش ينظر في سواد ويبرد في سواد ويمشي في سواد، وامر عائشه بالمدية وامرها بان تشحطها بحجر، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد وتقبل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما نقل عنه أنه ذبح الكباش، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بالبقر أو ضحى بالإبل، لذلك اختار إمامنا مالك أفضل الأضاحي هو الغنم ظهنا ثم الماعز، يعني رتبها الإمام مالك الظهن
ذكورها ثم إناثها، الماعز ذكورها ثم إناثها، البقر ثم الإبل، هكذا الترتيب. يعني أن الحكمة في الأضحية أو المنظور فيها طيب اللحم، ولا شك أن أفضلها أطيب اللحوم. أما في الحج أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن المطلوب في الحج كثرة اللحم لا طيب اللحم، كثرة اللحم. لذلك في الحج الأفضل الجمال والبقر والغنم. في البراهي الأفضل الغنم ثم البقر ثم الإبل، لأن هذا هو أطيب لحما أو أحسن لحما. ثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه ضحى بغير الضحي، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأفضل والأكمل، لذلك قال مالك الأفضل هو الظأن ذكورا ثم إناثا، ثم الماعز ذكورا ثم إناثا، ثم البقر كذلك والإبل. من الإجماع أجمعت الأمة على مشروعيتها وأنها سنة. الحكمة منها طبعا هي العبادة، وتبعث في قلب المسلم التقوى، وتربطه بالله، وتذكره بفضل الله عليه. لينا الله لكم ولدماءه ولكن ناله التقوى منكم. والسنة أن البيت الواحد تجزئ عنه أضحية واحدة، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل من محمد وآل محمد. ولذلك لما سئل الصحابي كيف كانت الأضحية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان الرجل يضحي بأضحية واحدة عن نفسه وعن أهل بيته، قال حتى تباهى الناس كما ترى. يعني أول مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان رب البيت يعني صاحب الأسرة يذبح أضحي عنه وعن كل من ينفق عليه في بيته، أضحي واحدة كما فعل النبي. اللهم هذا عن محمد وعن آل بيت محمد. ولكن كان الصحابي قال ثم تباهى الناس، يعني دخل التباهي والتفاخر، انت ذبحت كم، انا ذبحت كم، كم كبش في الوزن، كم كبش. يعني فلما دخل التباهي في الناس حتى صار الناس يتباهون، وخالفوا السنه بذلك. شروط صحتها تكلمنا عن وقتها واليوم العيد واليومين اللي بعده طبعا، ويكون في النهار ولا يكون في الليل. بالنسبة لشروط صحتها وهي خمسة، أولا السلامة من العيوب، أن تسلم هذه الأضحية من العيوب، والحديث اقتصر على ذكر أربعة من العيوب لا تجزئ في الأضحية، فقال أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء، لم يبين عوراء، والعوراء هي التي انطفأ نور عينها كلا أو أغلبها، انطفأ معها بيضت عينها، بيضت كلها، أو يعني صارت عينها بيضاء إلى قليلا، هذه العوراء بين واضح عوراها هكذا تجزئ. العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، بحيث انك لو تدفعها مع القطيع لا تواكب القطيع، لا تستطيع ان تمشي مع القطيع، تتخلف، لان عرجها صار يمنعها من ان تسير سير القطيع. والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها كالبشماء والجرباء وغيره، بحيث ان هذه البشماء التي لا تستطيع ان تاكل، ولا تستطيع ان تاكل كما ياكل عن بقية الغنم. وكذلك المريضة أو العشفاء التي لا تبقي وهي الهزيلة الضعيفة جدا، يقولون التي صار لا يوجد بها رخ في عظامها. فهذه أربع عيوب لا تجزئ في الأضاحي: عوراء بين عورها، عرجاء بين ضرعها، مريضة بين مرضها، وعشفاء لا تبقي أي ضعيف. لكن زاد عليها الفقهاء عيوب أخرى كثيرة، منها فاقدة العضو، يد مقطوعة ولا رجل مقطوعة ولا كذا كذا، واستثنوا من الأعضاء الخصية، فمقطوع الخصية يضحى به لأنه يكون غالبا أسمى وأكثر أيضا. العوراء البكماء التي لا تنطق ليس لها صوت، والبكماء والصماء التي لا تسمع، والبخراء التي في فمها رائحة منتنة، وكذلك البتراء التي غطي على نبوها، نبوها مستقصر مقطوع، والعشفاء وهي ضعيفة جدا، يابسة الضرع، تجد ضرعها يابس حيث انه لا يخرج لبنا، والمريضه واضحه المرض، والمقطوعه ثلث الذنب، يعني ذنبها يقطع منها ثلث فراقه، وكذلك المشحوقه الاذن او المقطوعه اكثر من الثلث، والمكسوره القرن يدمي يوم العيد، اذا كان قرنها مكسورا يخرج منها الدم يوم العيد فهذه لا تجزي، اذا كان قرنها مكسورا لكنه جاف يابس فيمكن التضحيه بها، وكذلك فاقده السن التي سقطت اسنانها بغير الكبر، يعني سقطت بسبب اخر، كانت تنطبح مع اختها فتكسر لها اسنانها، فهذه تعتبر من العيوب. ومن الشروط كذلك ان
سمعت الحديث أنها تتبع، يعني الإمام مالك قال سمعت الحديث عن العلماء أن الضحية الواحدة لا يمكن الاشتراك فيها. أما الاشتراك في الأجر يجوز، رب البيت إذا أراد أن يدخل معه أهل بيته كلهم فله الأجر. عندما يأتي للذبح بسم الله ويقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، لازم هذا يكون قبل الذبح، مش بعد ذلك يقول لي دخل، لا، لازم يكون قبل الذبح. لما يجي بشده يقول اللهم بسم الله اللهم، يعني بعضهم يقول هذا منك واليك، اللهم تقبل مني ومن اهل بيتي، فلا يدخل معه اهل بيته، فيجوز هذا الامر، لانه بشرط ان يكون اقرب له وان يكون ينفق عليه ويكون في سكن واحد. اذا توفرت هذه الشروط يجوز له ان يدخل من شاء معه في الروحيه، وان يذبحها في النهار، فلو ذبحها بعد الغروب فلا تعتبر روحيه، وان يتولى ذبحها مسلم، يعني يذبحها الروح يكون مسلم. وكذلك قالوا يكره توكيل تارك الصلاة. بعض الناس اللي كان يعرف يذبح يقول تارك الصلاة، واحد يذبح لي حتى لو كان تارك الصلاة، هذا يكره ويندب. شوف معي هذه كلمة جيدة، يندب له إعادة ذبح أخرى، ذبح أخرى، يعني لما يذبح لك واحد ما يصلي شيء تكفيه، مع لو يعني اكتفيت بها تكفي، لكن الأفضل والأكمل أن تتبع أخرى يذبحها واحد مصلي. وهذه فيه خطورة ترك الصلاة، فعلها بعد ذبح الإمام، فلو سبق الإمام فلا تجزئه وتعتبر صدقة ولا تعتبر أضحية. فعلى المسلم أن يتوخى ذبح الإمام ويذبح بعدها إن شاء الله تعالى. هذه أحكام يعني مختصرة، ومن له إن شاء الله سؤال ذو تفصيل فيمكن الإجابة عنه إن شاء الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.